Good morning from MTV Alive. صباح الخير من MTV Alive. أحد مبارك على الجميع وصوم مبارك. كل الإيماتات الجسدية بتختلف من شخص للتاني ومن ثقافة للتاني، ولكن الهدف هو واحد، أنه نكون عم نتحضر للقيامة المجيدة. اليوم بدنا نقول المسيح قام حقا قام بوفاة الفنان الكبير ستافرو جبرة، الكاريكاتوري المصور يلي عنده نظرة كتير ثاقبة واحترام كتير كبير للصورة، وكمان الناشط بمجال حقوق الإنسان. صباح الخير ألبير، يعني عينا على خبرية الخبر مش كتير يعني مش حلوة، ولكن طبعا يعني الرحيل من هالدنيا حق علينا. صحيح، وعلى كل حال يلي رح يتركه ستافرو جميل جدا. صرنا نعرف قد الكاريكاتير عبر السنوات كانت مهمة وأداة سياسية وصحفية واجتماعية مهمة جدا، بتغير نظامات، بتأثر وبتخلي على القليلة الشخص يرجع يعيد نظرته للأمور. صحيح. شو عم تقرأ هالفترة؟ ولا كتير أشياء، بس كنت عم بحكي أنا وياك شوي قبل الهوى عن أنه معقولة يعني يكون في غير كواكب بتكون مثيلة للأرض بشكل أو بآخر، ولا لا مع كل هالحديث يعني عم يصير؟ بس ليش لا؟ شو اللي بيمنع؟ ليش لا؟ مقالات عديدة عم تطلع عن اكتشافات أراضي أو كواكب ممكن الحياة تنمى عليها، أكيد منها كتير قريبة. مقالات تحكي عن رسائل ممكن نتلقيها عبر الفضاء ممكن يكونوا من غير نوع حياة، ولكن شيء الأكيد أنه بالسنتين اللي قطعوا تكثفوا هالمقالات الإخبارية الموثوقة، مش عم نحكي عن الجوسب عن الأخبار، عم نحكي عن سورسز، يعني يكونوا مقالات شوي واضحة وصحيحة. كل يوم في كأنه خطوة جديدة نحو اكتشافات جديدة. تحضير نفسي بركي، ما بعرف. ما بعرف، على كل حال دائما بنقول إنه الأفلام يعني قدي بعد وقت عم تكون عم تتحقق بشكل أو بآخر. نحكى كتير بالسنوات الماضية، من 20 سنة لليوم الحديث بالأفلام عن هالموضوع وعن صحيح. إنه عنا جيران، في جيران. ما بنعرف عنهم كتير أشياء. بس نتذكر شغلة إنه إذا في حياة خارج ممكن يعني احتمال، مش ضروري بالوقت نفسه، يعني اذا شفنا تلاقينا رساله البعد تبع والكبر تبع الفضاء، يعني مع يعني لا توصل رساله لعنا ممكن الاف والاف سنين، واذا مش مئات الاف سنين يعني ممكن هالحياه اصلا اختفت من زمان بين ما كان وصلت رساله لعنا. يعني اذا فكرت انه النجمه لا يوصل لدوا لعنا اوقات بتكون اختفت، كمان شعة نجمة بس هي كانت اختفت بهالوقت بين ما وصلت لعنا، فإذا المنطق نفسه ممكن نكون عم نستعمل. والفكرة مزعجة لكتير ناس يلاقوا حالهم هالقد صغار لما نبلش نحكي عن المسيحات وعن لأنه نحن كتير صغار، وخلينا ما نمرق بهالدنيا مرور الكرام، لأنه دايما الهدف من مرور الإنسان على هالأرض أنه يترك بصمة، أنه بوجوده يكون عم بيخلي غيره يكون عم يعلى، بس كمان بغيابه يترك بصمة وأثر. هيدا هو الهدف الأساسي من مرورنا بهالحياة. يعني كتير فلسفي اليوم. خلينا نبدأ حلقتنا يلي كتير كمان حلوة اليوم، في عنا رقص وغنى وأجواء حلوة كتير، فل باكج، وعنا كتير من المواضيع، وعنا كمان لقاء مع الفنان مجدي مشموشي بنهاية البرنامج. خليكن معنا على الموعد، البداية مع أوتوفوكس.